2 سبتمبر أحمد علام. لو حبينا نقول على حد إنه مثقف مش هنلاقي حد يستاهل الوصف ده أكتر من الفنان أحمد علام، ابن عمدة قرية سندبيس بمركز أليوب. علام كان واحد من مؤسسي الفرقة القومية اللي تحول اسمها بعد كده لفرقة المسرح القومي. في خلال مشواره الفني قدم علام أكتر من 35 عمل فني اتنوعوا ما بين مسرح وسينما، وكانت أول أدواره سنة 1929 من خلال ظهوره في فيلم بنت النيل، وبعدها تنوعت أدواره في أعمال زي فيلم وداد ورد قلبي وخالد ابن الوليد. لكن من أهم الأدوار اللي قدمها خلال مشواره الفني كان تجسيده للسيد المسيح عليه السلام من خلال فيلم حياة وآلام المسيح، وده كان سنة 1939.